سلطت وكالة الأناضول الضوء على ردود فعل اليمنيين بعد زيارة المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث للعاصمة المؤقتة عدن عقب الانفجار الذي أودى بحياة عشرات المدنيين. شخصيات يمنية اعتبروا زيارة جريفيث دافعاً جديداً في مسار الحل السياسي الشامل ووقوفاً على الحادث الإجرامي الذي استهدف مطار عدن، وبالتالي إدانة المجرم الحقيقي وتسميته بما اعتبرها آخرون شكلاً من أشكال الزيارات الفارغة التي اعتاد المبعوث على إجرائها بين الحين والآخر. وطلب بعض الناشطين اليمنيين المبعوث الأممي لإصدار إدانة واضحة في جلسة مجلس الأمن للجريمة الإرهابية ومنفذيها وتضمين ذلك في تقرير وبيان مجلس الأمن.